السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وصفات الطبخ والموضة مع خديجة. اليوم إن شاء الله غندير معكم الكفتة مشوية في الفرن بالبصلة والفريز. كنتمنى تنال إعجابكم هاد الأكلة سريعة. ما تنسونيش بلايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين. دوزوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي اللحم ديال الكفته ديال البقري. تقدروا ديروا الكفته ديال لاداند. درت لها التحميره والابزار والملحه. غادي ندير شويه دابا ديال العطريه ديال الكفته صافي. وغندير شويه ديال زيت العود. صافي وغادي نعجن حتى مزيان على هذه الطريقه. في واحد المول، ها واحد المول ديال الدجاج. اللي ما عندكمش ديروا واحد اللاطا. غادي ندير واحد شويه ديال الزبده وغادي ندهن بها تقريبا واحد المعلقه كبيره. وغادي ندهن المول ديالي كامل مزيان. صافي المول ديالنا راه دهنتو كيف كتشوفوا. غادي ناخذ واحد لوبول وغادي ندير العطريه البصله راني شلطتها على هاد الصغيوره هكا. غادي ندير واحد القدر ديال البصله. نتوما الا بغيتو تضاعفوا الكميه عندي الملحه. واحد المعلقه صغيره ديال الابزار باش نتبلو داك البصله. التحميره وواحد شويه شي معلقه كبيره ديال زيت العود. بسم الله نحرك بيديا باش العطريه تدخل في البصله مزيان. هذا الطبق سريع ودغيا كيوجد من بين الاطباق السريعه اللي درت لكم ديال لي غراتان. صافي غنقبطو المول ديال الفران وغادي نفرشو هاد البصله كيف كتشوفوا. غادي يطيب البصله وما غتقلى ما غيبقى فيها والو. هادشي مضغمره. صافي غنقطعو الكفته وغادي نبقاو ندير واحد الحربول وغنستفو في الجوانب على هذا الشكل.
نديرو الصف الاول، كذلك غندير الصف الثاني كيف كتشوفوا. هنكمل على هذاك الصف وغندوز عاوتاني للصف الثاني. كيف كتشوفوا الطبق ديالي راه هو كملته. غادي نرشو عليه واحد شويه ديال زيت العود باش يجي الطبق صحي ورائع ولذيذ جدا. غادي ندخلو للفران، فران عادي، غادي نحطو يتحمر من الفوق وبحال طيب البصيله شويه تشحر، وغادي نقدمو ان شاء الله. غادي نخليه في الفرن لمده نص ساعه وغيكون واجد ان شاء الله. دابا راه خرجت الطبق من الفران كي كتشوفوا، دابا غنقدمو معاكم. شوفوا كي كتشوفوا الدغميره كي جات البصله مدغمره. غادي نقدمو على هذه الطريقه. ندير شويه البصله، كتشوفوا كيجي رائع. كنقدروا نرافقوه بالبطاطس مقليه، غادي نرشو عليه واحد شويه ديال المعدنوس للتزيين فقط. اذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيجي رائع وكيشهي وخفيف. كنتمنى تجربوا في البيوت ديالكم. الى عجبكم ما تنسونيش بلايك وتشاركوا في القناه الى ما كنتوش مشتركين، وتخليوا لي تعليق تحت الفيديو على ارائكم واقتراحاتكم في القناه. الى الفيديو المجيء ان شاء الله.